النهارده احنا هنعمل تمرين هيركز على الجسم كله، بس في نفس الوقت هيعلي ضربات القلب وهيقوي العضلات. النهارده هنجرب حاجه مختلفه شويه. احنا كل مره بنعمل حاجه اسمها سوبر سيتس، المره دي هنجرب حاجه اسمها تراي سيتس، يعني هنعمل 3 تمرينات في كل مجموعه، بس كل مجموعه هنعيدها 3 مرات. يلا نبتدي الورم اب مع بعض. اول حاجه في الورم اب هنعملها النهارده هي هنسخن الانكلز، علشان احنا هنعمل روتيشنز كتيره في كذا اتجاه برجلينا. فهنختار الرجل للشمال وهنلف بيها لليمين وبعد كده للشمال تاني. لو حسيتوا باي طرقعه او اي حاجه في رجليكم عادي جدا، ده هيرخي العضلات شويه. الرجل التانيه هنلف لليمين، خلي صوابع رجليكم متجهه للارض، وبعد كده هنلف للشمال، وبعد كده هنفتح الهيبس شويه، هنعمل هيبس سيركلز. هنرجع لورا بوسطنا لورا خالص، هنلف نخلي رجلينا مفروده وتطلعوا للجنب والقدام، بعد كده ترجعوا تاني للاتجاه التاني. يعني انا مثلا في الهيب سيركلز حاسه بستريتش في ظهري من ورا، في عضلات بطني لما بطلع لما بفتح وسطي لقدام. هنعملها مرتين كمان، وبرده في الحته دي يعني انا دلوقتي ظهري طرقعه عادي جدا، بالعكس هو كده بيرخي العضلات شويه. وهنلف كمان اخر مره لورا وافتحوا وسطكم لقدام. بعد كده هنعمل حاجه اسمها ني هاج تو لانج. فهنعمل شد رجلينا لفوق خالص، وبنفس الرجل هنطلع لقدام في لانج. في اللانج دي احنا هنزقه لقدام شويه علشان نفتح الهيبس من هنا، وهنبدل الرجل اليمين هنرفعها الصدر خالص، وبنفس الرجل هنطلع لقدام لللانج وتزقوا الهيبس لقدام وصدرك يبقى مرفوع لورا وظهركم مشدود. دلوقتي في المره الثانيه هنشد رجلينا لفوق وهندخل في سبايدر مان لانج، يعني هننزل ايدينا على الارض وهنزق الهيبس تحت اكتر شويه كمان، ده هيخلينا نفتح الهيبس اكتر شويه. بعد ما نعمل كده 3 2 1 هنرجع تاني للرجل الثانيه، فعلى قد ما تقدروا خطوه كبيره جدا، ايدينا جوه رجلينا وهننزل الهيبس لتحت على قد ما نقدر، ونمسكها لمده 5 ثواني 3 2 1. وهنرجع تاني. من الحركه دي هندخل في داونورد دوج. عشان تدخلوا في الداونورد دوج واحده واحده، مش لازم على فكره تكونوا عارفين ان انتوا بتعرفوا تعملوا الداونورد دوج خالص، ولا ان انتوا تبقوا فلكسبل، بس هنبدا واحده واحده. نحط ايدينا على الارض، ركبنا على الارض، وملفين صوابع رجلينا على الارض، وهنفرد رجلينا، وكل ما هنفرد رجلينا هتزقوا لورا. لو الحركه دي صعبه ممكن توسعوا رجليكم شويه بحيث ان انتوا تخلوا رجليكم مفروده، وهتطلعوا تاني للريجولر بلانك وهترجعوا تاني. ممكن نعمل الحركه دي كده 3 مرات، وكل مره نحاول نرجع لورا اكتر شويه. ادي اخر مره وهنريح هننزل تحت. اوكي دلوقتي هنعمل حاجه اسمها سنجل ليج رومانيان ديد ليفت. ده هيخلينا نعمل ستريتش لعضله الرجل من ورا، ودي هتحتاج شويه بالانس، يعني هنعملها بالراحه وبشويش جدا واحده واحده. هنرفع الرجل اليمين، واحنا بنرفع الرجل اليمين هنطلع لورا وهنريح الرجل الشمال اللي هي على الارض دي شويه، وبايدينا هنطلع لقدام عشان يبقى فيه شويه بالانس. نقوم طالعين تاني. هنعمل دي مثلا لمده 20 ثانيه. هو الايد الشمال هتبقى اصعب لو رجليكوا على الارض، فهي طبعا باليمين ايد اليمين احسن، فلما تطلعوا لقدام كده يبقى في توازن اكتر ما بين جسمكم ورجليكم وايديكم. هنعملها مرتين كمان. شوفوا انا هنا مريحه رجلي شويه، لو فردتها تماما مش هعرف اخد الاسترتش، بالعكس ممكن اقع. نرجع تاني مره كمان، ريتش لقدام، وهنرجع تاني. دلوقتي هنبدل الرجل التانية، هنرفع رجلينا لفوق، هنريح عضلة الرجل هنا من الركبة شوية، ونشد ايدينا لقدام وهنطلع تاني. برضو هنعملها لمدة 30 ثانية.
وهنا ده هيبين لكم انهي رجل اضعف من الثانيه. يعني انا بالنسبه لي الرجل اليمين اضعف بكتير قوي من الشمال، عشان انا بحب في تمريناتي على طول اعمل حاجات كتيره تبقى بتركز على الرجل كل واحده لوحدها عشان تقوي كل رجل لوحدها. مره كمان، اخر مره، ولو مفيش توازن المسوا الارض الاول وبعد كده اطلعوا تاني وهنريح. دلوقتي هنعمل اخر حاجه في الوارم اب اللي هي جامبنج جاكس، هنعملها لمده 30 ثانيه. هنطلع ايدينا لغايه فوق خالص وهنفضل نعملها لمده 30 ثانيه، وده هيعلي ضربات القلب، وبعد كده هنبقى جاهزين تماما ان احنا نبتدي التمرين مع بعض. فاضل اقل من 10 ثواني. لو بتعملوا التمرين معايا هتمشوا على الوقت بتاعي، لو تعملوا التمرين ده تكتبوه تعملوه بعدين، خلي على طول معاكوا تايمر وهنريح. اوكي دلوقتي هنشرب شويه ميه وهنرتاح وهنبتدي الورك اوت والتمرين، اول مجموعه واول تمرين. خلي دايما معاكوا ميه على طول عشان تشربوا ميه في نص التمرين، خليكوا على طول هايدريتد. اوكي دلوقتي هنبتدي اول تمرين في اول مجموعه، هي اسمها سكيتر جامبس. سكيتر جامبس دي هتركز على الرجل وهتعلي ضربات القلب جدا، هنعملها لمده 40 ثانيه. هنبتدي مع بعض، هي عباره عن هنلف نط للشمال وبعد كده هننط لليمين، والرجل اللي ورا ما بتلمس الارض خالص. لو في الاول عايزين توازن المسوا الارض وبعد كده هتشيلوا رجليكم من على الارض. يلا نبتدي مع بعض 3 2 1. هنعمل السكيتر جامبس لمده 40 ثانيه. شايفين انا بمرجح رجلي لورا وبمشي ايدي مع رجلي عشان يبقى عندي توازن، وكل مره هحاول انزل اكتر سنه. ولو مفيش توازن ممكن تلمسوا الارض في كل اتجاه، وبعد كده لما يبقى عندكم ثقه شويه اكتر في التمرين هتمرجحوا رجليكم لورا وهتنزلوا اكتر. فاضل لنا 10 ثواني، خليكوا على البيس بتاعي 3 2 1. وهنريح دلوقتي عندنا 10 ثواني. التمرين الثاني هتبقى بوش ابس، هتركز على جسم من فوق. لو عايزين تعملوا بوش ابس على ركبكم الاول ذاتس ابسولوتلي فاين، بس لو تقدروا تعملوها على ايديكم هتعملوها على ايديكم. بس اول بوش ابس في التمرين ده او في المجموعه دي هتبقى ايدينا في البوش ابس جنب بعض، يعني نحطها جنب بعض اسمها النارو بوش ابس. وهنبتدي 3 2 1. ننزل مع بعض زي ما قلت، لو دي صعبة عليكم شوية هتنزلوا على ركابكم وهتنزلوا لغاية تحت، بس طبعا لو تقدروا تعملوها على رجليكم افضلوا فوق واعملوها على رجليكم. فاضل لنا 15 ثانية، يعني دلوقتي بدأت أتعب فهنزل على ركبي عشان أسرع شوية. فاضل لنا 5 ثواني، هي طبعا دي أصعب جدا بكتير من البوش أبس العادية. 3 2 1 and rest. هنريح إيدينا و just shake your arms، هتريحوا العضلة شوية. فاضل لنا 10 ثواني، هنعمل دلوقتي حاجة اسمها mountain climbers. الماونتن كلايمرز هي هتشغل عضلات البطن، عضلات الكتاف طبعا هتبتدي تحرق وهتعلي ضربات القلب. 3 2 1. كل اللي هتعملوه ان انتوا هتعلوا ركابكم لصدركم لفوق وما تلمسوش رجليكم الثانيه لما تطلع لفوق. نفضل برضه نعملها لمده 40 ثانيه. ممكن تعملوا كروس شويه بحيث ده هيشغل عضلات بطنكم اكتر سنه. انا اوريدي حاسه بتمرين، ودي اول مجموعه 3 2 1. وهنريح دلوقتي، هنريح 30 ثانيه قبل ما نعمل نفس التمرينات تاني في المجموعه الثانيه. دلوقتي طبعا لو انتم بتعملوا التمرين معايا هتكونوا سخنتوا جدا، تاني مجموعة دايما نحاول نعملها أحسن من الأولانية.
هنبتدي كمان 10 ثواني. هناخد نفس عميق من المناخير ونطلعها من بقنا. هنبتدي السكيتر جامبس in 3 2 1. Let's go. دلوقتي انا سخنت فاقدر انزل اكتر، عضلاتي كلها شغاله. حاولوا تفضلوا على البيس بتاعي. زي ما انتوا شايفين التمرين ده مش محتاج اي حاجه، كل اللي محتاجينه اليوجا مات وميه وطبعا الديترمينيشن. هنبتدي خلاص، فاضل لنا 10 ثواني، في ال 10 ثواني دي هنحاول ننزل اكتر. 5 4 3 2 1 وهنريح. دلوقتي تاني تمرين في المجموعه الثانيه هي بوش ابس. المرة الأولانية عملناها close grip، المرة دي هنعملها grip عادية. هنبتدي in 3 2 1 let's go. على طول ابتدوا على رجليكم، بعد كده لو ما قدرتوش انزلوا على ركبكم وكملوا. دلوقتي انا هنزل على ركبي واحاول اسرع شويه التمرين. فاضل لنا 15 ثانيه. دراعاتي بدات تحرقني. I'm sure انتوا كمان. 3 2 1 and rest. هنريح عضلات دراعاتنا شويه. دلوقتي هنعمل ثالث تمرين اللي هو نفسه هو الماونتن كلايمرز. هنبتدي in 3 2 1 let's go. طبعا بعد البوش ابس هنعمل ماونتن كلايمرز، هتحسوا بحرقان في الدراع جدا. حاولوا تقاوموا وتفضلوا في التمرين. فاضل لنا لسه شوية. لو عضلاتكم تحرقكم زي ما انا بعمل كده هتوقفوا وحركوا دراعكم شوية وهترجعوا تاني. 3 2 1 وهنريح. دلوقتي فاضل لنا تالت مجموعة وهي آخر مجموعة بتتكون من التلات تمارينات اللي احنا لسه عاملينها. هنريح 30 ثانية. بس المرة دي البوش ابس هنعمله في الوايد جريب. احنا كده عملنا النارو جريب، الجريب العادية، ودلوقتي البوش ابس اللي هتبقى واسعة جدا. هنبتدي سكيتر جامبس آخر مجموعة، وأنا على طول بقول آخر مجموعة لازم تكون أحسن مجموعة. يلا نبتدي مع بعض. In 3 2 1 let's go. أنا كل مرة أحاول أنزل سنة أكتر شوية. في اخر 10 ثواني انا هسرع بسرعه جدا، هسرع الحركه، وعايزاكم ولو في البيت تعملوا تمرين معايا تسرعوها معايا. لسه شويه، فاضل لنا 15 ثانيه. اخر 10 ثواني هنسرع شويه. 4 3 2 and rest. دلوقتي البوش ابس هنعمل الوايد جريب. هنبتدي in 3 2 1 وايد جريب. تبقى واسعه شويه. دي طبعا برضو صعبه زي الاولانيه. حاولوا تقاوموا وتفضلوا في التمرين. بس انا هنزل على ركبي وهكمل وهحاول اسرع شويه. فاضل لنا 10 ثواني. I
can definitely feel this. بدأ يحرق جدا. دلوقتي هنعمل آخر حاجة في آخر مجموعة وهي الماونتن كلايمرز. هبتدي in 3, 2, 1, يلا معايا. حاولوا ما ترفعوش وسطكم لفوق خالص. يعني ده كده غلط، حاولوا تنزلوا وسطكم لتحت زي البانك. هنبتدي 5 ثواني كمان. 3 2 1 ويبقى احنا كده خلصنا اول مجموعه، فضلنا تاني مجموعه بثلاث تمرينات مختلفه. يلا نريح مدة دقيقة وهنبتدي تاني مجموعة. ودلوقتي المجموعة التانية من التمرينات هتركز على عضلات الرجل من تحت وهتركز على عضلات البطن أكتر. يبقى احنا كده خلصنا أول مجموعة اللي هي طبعًا شغلت عضلات جسمنا من فوق جدًا، لو شوفوا أنا الدم كله طلع لجسمي من فوق، دلوقتي احنا هننزله لتحت. أول تمرين في المجموعة التانية هي اسمها Single Leg Cross Reach. يعني هتبقى هننزل مثلا في نص لانج، هنرجع لورا سنة صغيرة، مش هناخد خطوة كبيرة، يعني لو تشوفوا من الجنب الخطوة مش كبيرة خالص، بس لما ننزل في اللانج هننزل لتحت، الرجل دي هتنزل لتحت وهنطلع بإيدينا اليمين هنريتش للجهة التانية من جسمنا، فهيبقى شكلها عامل كده. هننزل لغاية تحت وهنمد إيدينا لقدام. يلا نعملها من قدام. نبتدي مع بعض، هنعمل 30 ثانية على كل رجل. In 3, 2, 1 هننزل لتحت وهنمد ايدينا. اسمها Single Leg Cross Reach. ده هيشغل عضلات البطن من الجنب وهتحطوا الوزن كله على الرجل اللي قدام، فهتحسوا بيها في الرجل من الأمام ومن ورا. هنعملها لمدة 30 ثانية. حاولوا تخلي الوزن على كعب الرجل. In 3, 2, 1 هنبدل الرجل على طول. هننزل لتحت. Reach. ولو انتم ملاحظين انا ما بزقش ركبي لقدام خالص، يعني ما تعملوش كده. خلوا ركبكم لورا وتنزلوا لتحت. فاضل لنا 10 ثواني. 3 2 1 وهننزل. دلوقتي هنعمل حاجة اسمها Single Leg Glute Bridge، وهي هتشغل عضلات الرجل كلها من ورا. هناخد رجل واحدة الأول، الرجل التانية هتفضل على الأرض ودي هنرفعها هنا، وهنتخيل أكن حد بيشد الركب لورا مش لتحت. ايدينا على الأرض، 30 ثانية على كل رجل. In 3 2 1 up down. هنشغل رجلينا من كعب الرجل، هنزق من كعب الرجل وتشوفوا دي هترجع لورا اكن حد بيشدها بحبل لورا، وهتحسوا بالعضلات كلها في الرجل اللي على الارض بتشتغل. قدامنا 10 ثواني كمان. 3 2 1 وهنبدل الرجل على طول، مفيش راحة. لو تشوف رجليا دي خالص ما بتتحركش خالص، بس بيخلي من وسط لما بيطلع لفوق رجلي لكنها راجعة لورا. اوف طبعا حاسة بيها كلها في الرجل اللي على الأرض، فعضلة الرجل من ورا وفي الجلوتس. فاضل لنا 10 ثواني. 3 2 1 وهنريح. دلوقتي هنعمل حاجة اسمها Single Leg Raises. هي هتبقى في البلانك من الجنب. هتحاولوا تخلوا ايديكم تحت الشولدرز على طول تحت الكتاف. لو دي صعبة عليكم تقدروا تنزلوا على الكوع. فاحنا هنبتدي الاول على ايدينا ورجلينا نحطها فوق بعض،
وهنفرد جسمنا وايدينا لفوق. كل اللي هنعمله ان احنا هنرفع الرجل الشمال. هنعمل 30 ثانية على كل جنب. لو انتوا قادرين تعملوه على ايديكم كملوا على ايديكم، انا بس هوريكم للي مش قادر يعملها على ايديهم ينزل على كوحه يطلع لفوق نفس الحركة وهترفعوا رجلكم لفوق. لكن انا طبعا عشان اعرف اعملها فاضل 5 ثواني هكمل على ايدي. 3 2 1 وهننزل هنلف للجهة الثانية. 3 2 رجلينا فوق بعض، ايدينا تحت كتفنا على طول ما تحطوهاش بعيد لما هتوجع الكتف. واطلعوا ايدينا لفوق. 3 2 1 بالراحة جدا هنرفع، ودي مش بنروح بسرعة هنخليها كنترولد علشان التوازن بتاعنا ما يروحش. دي اوريدي انا حاسه بعضلات بطني كلها من الجنب وطبعا الشولدرز. واحده واحده فاضل لنا 10 ثواني. 3 2 1 وهننزل تحت. وكده يبقى احنا خلصنا اول مجموعه. دلوقتي هنرجع للمجموعه الثانيه. لو عايزين تشربوا ميه اشربوا ميه هنريح شويه. دلوقتي تاني مجموعه. دلوقتي احنا عارفين كل التمرينات بتتعمل ازاي، هنحاول نعملها اسرع شويه واحسن طبعا في التكنيك. هنبتدي مع بعض. اول حاجه اللي هي single leg reach cross او cross reach. ناخد خطوه اللانج مش كبيره قوي ونحاول ننزل directly تحت مش هنزق لقدام. اوكي نبتدي مع بعض. ان 3 2 1 كروس ريتش. شفتوا دلوقتي يعني دلوقتي خلاص دلوقتي احنا عارفين ازاي نعملها فهنسرع الحركه شويه. وزني كله مش على الرجل اللي ورا، وزني كله على الرجل اللي قدام. فاهمين اللي قدام عشان الرجل اللي قدام هي اللي تشيل الحركه كلها. فاضل اقل من 10 ثواني. 3 2 1 هنبدل الرجل الثانية على طول من غير ما نريح. ريتش. لو حاسين ان الرجل دي اضعف شوية عادي جدا، انا رجلي اليمين اضعف بكتير من الشمال فهركز على التكنيك اكتر شوية. اوبس شوفوا انا كمان التوازن عندي بيروح عشان رجلي دي اضعف. فاضل 5 ثواني. 3 2 1 and rest. تاني تمرين اللي هو السنجل ليج مارشنج جلوت او السنجل ليج بريدج. هبتدي برجلي اليمين تحت، رجلي الشمال هرفعها وهنبتدي ان 3 2 1. 30 ثانية على كل رجل. لو رجليكم بعيدة شوية قربوها عشان يبقى عندكم تحكم أكتر في الحركة. أوف فاضل 10 ثواني. ثري تو ون هنبدل الرجل الثانية على طول نبتدي. شوف انا مش بعرف رجلي فوق انا بشدها لورا. فاضل 15 ثانية. زي ما قلنا هتحسوا بيها في الرجل على الارض في العضلة اللي ورا والجلوتس. فاضل 5 ثواني. هحاول اجيب 2 كمان. 1 2 وهنريح. دلوقتي السنجل ليج ريزز من السايد بلانك. انا دلوقتي عشان كتافي بدات توجعني شويه فانا هنزل كوعي على الارض عادي جدا وهكمل بقيه التمرين. هنبتدي ان 3 2 1 نرفع وسطنا لفوق ايدينا لفوق عشان التوازن ونرفع رجلي لفوق. خلي القوة تحت
الكتف على طول وبدأت تتحلق ونزيله وهدد الكوع ورجعت. فاضل 5 ثواني. 3 2 1 and down. الجهة الثانية 3 2 1 over that. Oh, such a sunny. تحرق جدا لو نزلتوا حاولوا تنزلوا ريحوا ثواني واطلعوا تاني 3 2 1 and down. دلوقتي فاضل اخر مجموعه وهي اخر مجموعه في التمرين بتاع النهارده فنحاول نعملها على قد ما نقدر وعلى اقصى سرعه ونقدر وباتقان في كل تمرينه. فاضل 15 ثانيه اشربوا ميه لو محتاجين. 30. We're gonna refocus وهنعمل حركه احسن بكتير قوي من كل المجاميع اللي عملناها النهارده. زي ما انا على طول بقول you have to end strong. هنبتدي in 5 4 3 2 single leg cross reach. Go. اخر 10 ثواني هنصلع مع بعض. اوكي 10 ثواني زودوا السرعه شويه. In 3 2 1 and rest. هنقلب الرجل الثانيه. In 3 2 1 let's go. فاضل 15 ثانية. Five, four, ينصر مع بعض. 3 2 1 برافو. يلا نعمل تاني تمرينة في آخر مجموعة. Single leg bridges. هنبتدي in 4 3 2 مع بعض. خلاص احنا قربنا نخلص. خليكم معايا وما توقفوش خالص. عشر ثواني. ثري تو ون هنمدد الرجل. قربنا نخلص. خليكم معايا على قد ما تقدروا ما توقفوش. فضل اقل من 10 ثواني. 3 2 1 and rest. دلوقتي فاضل اخر تمرينه في اخر مجموعه وهنكون خلصنا التمرين بتاع النهارده. يلا نبتدي مع بعض. 3 2 1 لفوق. 30 ثانية على كل جهة. لو مش قادرين تكملوا على رجليكم انزلوا رجل واحدة واتنوها وتستخدموا الركبة بحيث ان ترفعوا وسطكم لفوق وترفعوا عادي. 5 ثواني كمان. 3 2 1 and down. Other side. هنبتدي طبعا على رجلينا. لو مش قادرين عادي ابدأوا على ركبكم ما فيهاش أي حاجة. 3 2 1 أنا عندي فوق.
اخر حاجه في التمرين بتاع النهارده. انا هنزل على ركبي وهكمل التمرين. فاضل 5 ثواني. In 3 2 1. ويبقى احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهارده. برافو لكل واحد فيكم كمل التمرين وعملوا معايا. دلوقتي طبعا زي كل مره لازم نخلص بكول داون او بستريتشز لنفس العضلات اللي احنا اشتغلناها خلال التمرين كله. فاول حاجه هنعملها في الكول داون هي اسمها السيتد كروس ليجد. هنعملها من الجنب. هرفع رجلي اليمين واحطها على رجلي الشمال. تحاولوا تقربوها على قد ما تقدروا. وهتنزلوا لتحت. تنزلوا رجليكم على قد ما تقدروا. وهتزقوا بالايد اليمين هتزقوا الركبه بعيد شويه. هتحسوا بالستريتش كله في الجلوتس. وهتمسكوها لمده 20 او 30 ثانيه. وده علشان احنا طبعا اشتغلنا عضلات الجلوتس كتير قوي النهارده. فلازم ان احنا نريحها شويه عشان ما تشدش في خلال الايام الجايه. وبالراحه هنقوم مبدلين للرجل الثانيه. وهنزق بايدينا الركب. يعني حاولوا ان انتوا ايديكم لو هي متنيه افردوها على قد ما تقدروا وهتحسوا بالستريتش. لو تقدروا تقربوا الرجل الثانيه دي اكتر شويه ده يخلينا نعمل ستريتش. نخليها اصعب سنه بحيث ان احنا نحس بالستريتش اكتر. طبعا في اي كول داون لازم ناخد نفس عميق. ننزل ضربات القلب. وفي كل نفس بنطلعه هنحاول نزق او نصعب الستريتش اكتر سنه. وهنريح دلوقتي عندنا الحركه الثانيه. هنريح عضلات الكوادز اللي هي عضلات الرجل من قدام. هنعمل كواد هيرل. هنتني رجلينا لورا وبالراحه جدا هننزل على كوع واحد. لو قادرين هننزل على كوع تاني. وهنمسك الحركه دي لمده 20 او 30 ثانيه. وطبيعي جدا هتحسوا بالستريتش في عضلات الرجل من قدام. وهتحسوا بيها برضو في الهيب فلكسر اللي هي بتبقى العضله اللي قدام اللي ماسكه الوسط. وعضلات الرجل من قدام اللي هي الكوادز. طالعين بالراحه على ايدينا. وهنبدل للرجل الثانيه. ننزل بالراحه. وهنمسك الستريتش لمدة 20 أو 30 ثانية. وهنطلع تاني على ايدينا. نفرد ايدينا. وكده يبقى احنا